اهلا بكم مشاهدينا من جديد، لسه مكملين مع حضراتكم في الحصاد النهارده في هذه الفقره الحواريه. نتحدث عن موضوع او ملف الحقيقه يعني بيناقش دائما بشغف اكتر منه قيمه اقتصاديه، مع انه هو قيمته الاقتصاديه والاستثماريه عاليه جدا، الا انه المصريين دائما محبين للخيل والفروسيه وكل ما هو خاص بالخيل، ودائما ما نتحدث يعني خلينا نقول من الجانب الخيلي اكتر او من جانب هذه الثروه الخيليه التي تعد مصدر من مصادر الدخل القومي الهامه جدا واللي برعنا فيها الحقيقه في السنوات الاخيره. لكن احنا النهارده هنناقش الموضوع ده من منظور مختلف وهو منظور الفروسيه. عشان كده احنا النهارده معانا الفارس حسن العزازي بطل العالم في العاب الفروسيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم. خلينا الاول نتكلم عن الفروسيه، ما هي الفروسيه؟ الفروسيه بتعتبر من اجود ومن أحسن ألعاب الرياضة في العالم، ومن أنبل الرياضة في العالم، ومعروف عنها التاريخ من الملوك القدام ومن الفرسان القدام أيام الحروب، فهي يعني من تعتبر من الرياضة اللي لها تمييز بين الرياضات في دول العالم كلها حتى الآن. من منذ خلق الحصان والفارس حتى الآن هي موجودة على عرش ألعاب الرياضية. حال الفارس من غير حصان والحصان من غير فارس؟ والله يعني تقريبا زي تحطي حاجة روحين مربوطين ببعض، بتعزلي روح عن روح، فهل الروح هتستمر بدون الروح التانية؟ فهذه المشكلة يعني، فهم مربوطين ببعض، مربوطين بالروح قوي مع بعض الفارس والحصان. احنا بيبقى عندنا مسابقات خيول للخيول نفسها، الخيول الاصيله العربيه او يعني ايا كان من انواع الخيول، في مسابقات بتبقى مسابقات يعني لازم يبقى فيها فارس، ومسابقات للخيل نفسه للسرعه او كذا. لا، هو تصحيحا للسؤال بعد اذن حضرتك، هو في يعني جمال الخيول، جمال الخيول مش محتاج فارس. الفرس اللي هي المواصفات بتاعته السرعة لا لا لا، جمال الخيول ده، لا جمال الخيول ده اللي زي في محطة الزهراء، الخيول العربية الأصيلة بتتعرض قدام الناس في المزادات وللبيع، بتعرض الجمال بتاعها، دي مش محتاجة فارس. فهي الفارس وهي الحصان نفسه، يعني بتبقى مقاييس المسابقة فيها هي هي اللي بتكون قايمة بالدور كله، هي الفارس وهي الفرسة وهي، فبتعرض نفسها على بجمالها، بجمال الرقبة بتاعتها، بجمال القوام بتاعتها، بجمال الديل بتاعها، بجمال العيون بتاعتها، بجمال الجبهة بتاعت وشها، بالصدر بتاعها، بتعرض نفسها قدام المتفرجين، وهي بتبقى عارفة وحاسة ان هم جايين علشان يشوفوها. هي بتعمل عرض، هي بتعمل عرض زي عرض الازياء. والحصان فاهم كويس جدا او الفرسة فاهم كويس جدا ان في ناس شو بيتفرجوا عليها، عشان كده هي بتعرض كل ما تمتلك من جمال في القوام وفي الجسم بتاعها علشان خاطر تتباع، تبقى اغلى من الفرس اللي قبليها. كل حصان ينزل السباق بتاع الجمال بيعرض احسن من اللي قبله عشان ينافس اوتوماتيك، يعني سبحان الله هو عارف يعمل ايه. هل فعلا في علاقه قويه بين الانسان والخيل؟ هي بتعتبر من العلاقات القوية جدا، بتربط الحصان والفارس، في وفاء جامد بينهم، في إخلاص جامد بينهم، في يعني حب جامد قوي بينهم. درجة في خيول كتير جدا وأسماء كبيرة جدا للناس أصحاب خيول، يا الحصان توفى الراجل توفى بعد الحصان، او الحصان او الراجل توفى الحصان بعد يعني ديها بثلاث ايام. قصص حقيقية طبعا طبعا، او حالات حقيقيه؟ لا موجوده موجوده، وحصل يعني فعلا حاجات كتير، حتى في عيلتي انا يعني من جدودي يعني بيحكوا لي، جدي خليل عزازي يعني الفرس برضك توفى بعديها بثلاث ايام تقريبا، جدي توفى. الموضوع الحب والشغف للخيول ممكن يبقى وراثه؟ هو وراثه، بس لازم يعني تؤهلي الاجيال اللي جايه وتعرفيهم بالتاريخ. هو بيبقى موجود في الدم، بس لما يبقى مفيش اي انتماء ولا في اي
تركيز على الفروسيه مثلا. يعني انا ابني مش فارس يعني، انا مش علاقه بالموضوع خالص. انا دربت ناس كتير جدا وطلعوا فرسان كتير في وطن العرب. هو غير مؤهل لده. ابني داعية انسان بيبقى مؤهل لده ابني داعية اسلامي في المانيا يعني ملوش دعوه خالص بالفروسيه. فبس انا اهلت فرسان كتير جدا في دول العالم وفي المانيا بالذات وفي الوطن العربي وفي مصر هنا. فملهاش يعني، هو لازم حضرتك يعني يبقى في الاول الشغف يبقى موجود. والحب كمان، اصلا الطفل لازم يكون مربوط بحب الحصان ان هو طفل صغير. يعني اتذكر انا بدات حب الفروسيه وحب الحصان وانا عمري 5 سنوات. يعني كان تقريبا غرفه النوم بتاعتي كلها ملصقه بصور الخيول وانا عمري 5 سنوات، اجيب لزق وكده لغايه سنه اولى ابتدائي تانية ابتدائي الاوضه كلها اتملت عندي خيول، اشوف اي صوره حصان اجري اجيبها والزقها على الحيط. فكان يعني هي بتبدا من هنا، بيبقى في الدم يعني تبدا من هنا. وانا بقول يعني مثلا المغني او مقرئ قران او لازم يكون الحته موجوده جواه. يعني اللي هي الـ يعني الارتباط ده بيبقى روحاني. لعب الكوره، الموهبه. يعني الموهبه دي لازم تكون موجوده من نشاه الانسان. في واحد بيبقى موهوب في الغنى، موهوب في الرياضه، موهوب في كره القدم، موهوب في الفروسيه، موهوب في قياده السيارات. الموهبه لازم تكون موجوده، وانا كانت موجوده عندي من طفولتي يعني من الصغر. طيب قبل ما نتكلم، يعني الحقيقه فكره انه الانسان مرتبط عاطفيا بالخيول، او خلينا بقى نقول الناس المتعامله سواء كان الفارس او المتعاملين يعني مع الخيول بيبقى عندهم علاقه كده، علاقه حب او علاقه قويه. هل العلاقه دي بتبقى ناتجه عن انه في صفات مشتركه بين الخيول والانسان؟ الوفاء والاخلاص بينهم والحب ورقي التعامل بين فارس والحصان. الحصان بيحس قوي لما تعمليه برقي، ولو عملتيه بطريقه يعني قويه شويه او بشده وكده بيزعل وممكن يعيط وممكن ما يقعدش ياكل يومين ثلاثه عشان زعقتي له او ضربتيه او عملت فيه حاجه شديده الحساسيه جدا. فدي يعني هي موجوده في الانسان، موجود نفس الصفات يعني. فلازم تعمليه بكل رقه وبكل حنيه وبكل عطف، لان هو محتاج ده زي ما انت برضك محتاجه منه ده. ما هو بيديك كمان الاحساس ده وانت معاه، بتتمشي معاه، راكباه، بتلعبي معاه، بيديك نفس الاحساس كانك حاجه يعني مربوطين ببعض. هو عنده مواصفات اصاله طبعا. يعني خلينا نقول بتجذب كمان الجانب الانساني او النفسي عند الانسان طبعا. بعدين ذكر في القران يعني ذكر حاجات كتير جدا على الخيل. يعني ربنا سبحانه وتعالى من قوه الحصان او الخيل او يعني ثبوت الخيول في القرآن وفي الحياة، ربنا أقسم قالك والعاديات وضبحة. العاديات دي هي الخيول، أقسم بها الله سبحانه وتعالى. بعدين قالك الخيل المسومة في آية تانية، الخيل المسومة يعني الخيل المسومة دي الخيل الجميلة. ذكرها ربنا في القرآن إن هي من حب الدنيا، يعني الناس يعني الخيل المسومة والمال والبنون وكده، وقالك الخيل المسومة يعني من ضمن الحاجات اللي الإنسان بيجري وراها. إيه هي الحاجات اللي هي بتشغفنا كلها في الدنيا ومن ضمنها الخيل المسومة، الخيل الجميل اللي هو العربي الأصيل، متع الحياة يعني. من ضمن متع الحياة. وبعدين في مقولة مشهورة جدا لسيدنا عمر بن الخطاب، وعلموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. فهو له يعني ارتباط جامد جدا في الدين وفي الحروب وفي الإنسانية وفي حتى الناس الملوك والأمراء، ما الخيول مربوطه بيهم. يعني مش الناس العاديه بس، يعني الخيول لها تاريخ في جميع مجالات الحياه وجميع طبقات الناس. بس هي طبعا الرياضه نفسها بقى هي مكلفه جدا، هي لا يلعبها الا ده اللي كنت لسه هسال حضرتك عليه بقى. هل الفارس او اللي بيقبل او بينمي موهبته الداخليه بقى، خلينا نقول ان هي بتبقى رغبه الاول داخليه، بيحس الانسان ان هو فعلا عنده مواصفات ان هو يبقى فارس او حابب ان هو يقبل على هذا المجال، لازم يبقى عنده يعني مقومات الفروسيه زي مثلا يبقى عنده خيول او يبقى عنده امكانيات متاحه؟ اولا لازم يكون الموهبه موجوده. لو الموهبه موجوده دي اول سلمه. فهيبدا هو يتعرف ويبدا يجري ورا الموهبه دي ينميها. هيلاقي هيتصدم انه عاوز فلوس.
فهيجري ورا الفلوس يجيبها عشان ينمي موهبته. فاول ما يجيب الفلوس هيبدا يكبر 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 لغايه ما يبقى فارس ويبقى عنده مزرعه خيول وعنده. ودي حصلت مع كل الفرسان. يا اما كان جاي من عيله او من نسب غني وعندهم مزارع خيول, فهو على طول بيبدا من على طول من سرعه 100, مش هيبدا من واحد. فلين كل الاشياء موجوده اللي تاهله انه يبقى فارس, يعني الخيول موجوده والسرج موجود والستيف الموجود والطاقيه موجوده والعصايه موجوده, فهي على طول ممكن يتعلم بس لو الموهبه عنده. فما يقدرش ان هو يعني يكون فقير او موظف على قد الحال او كده, لان مكلفه جدا. الخيول في المانيا الحصان بيتكلف تقريبا اقل شيء 2000 يورو يعني 40,000 جنيه كل شهر. يعني الواحد لو عنده تربيه بس غير طبعا الدكتور, يعني الدكتور والمستشفيات الحاجات دي حاجات زي الانسان لو عيه او كده, يعني احنا مالناش دعوه بالمصاريف بتاعت البيت مثلا, بنتكلم على اكل بس. لو حصل بقى اي كسر في رجله او مغص او اي شيء في عيونه, رمط في عين او في الجلد او في حاجه, ممكن يتكلف 20-30,000 يورو العلاج بتاعه. فالحاجات دي طبعا مكلفه جدا. مين اللي هيقدر بقى لو عنده 5-6 خيول يدفع 10,000 يورو كل شهر؟ او هنا في مصر برضو غاليه, يعني لما يبقى عنده المقاومات التكلفه برضو بتاعه الحصان هنا تقريبا لا تقل عن بالجنيه المصري يعني 20,000 جنيه او 30,000 جنيه للخيول اللي هي بتخش السباق وقفز الحواجز وجمال الخيول. الخيول العربيه الاصيله بتكلف لان محتاجه دكتور بيطري, محتاجه اكل معين, محتاجه اهتمام معين, محتاجه سايس معين يعرف يتعامل معاها. الحاجات دي كلها مكلفه. طيب احنا لو بنتكلم عن مقاييس, يعني خلينا نقول مقاييس بقى الفروسيه او مقاييس هذه الموهبه, دائما المقاييس اللي بتتعلق باي رياضه في الدنيا بيبقى ليها مقاييس بدنيه, ليها مقاييس في الوزن, في الهيئه نفسها. هل ده منطبق على الفروسيه؟ يعني في الفارس ولا في الحصان؟ لا الفارس. لا هو لازم يكون عنده لياقه بدنيه, يعني اللياقه البدنيه مطلوبه في جميع الرياضات, في كل الرياضات اللياقه البدنيه رقم واحد. لو تشوف حضرتك الصوره دي, انا هنا راكب اتنين خيل, الوحيد اللي في العالم عمل اللعبه دي, اتنين خيل ودخلت بيهم السباق, وشوف قوه الخيل وسرعه الاتنين خيل والعضلات بتاعه الخيل, وانا عليهم ازاي رجلي هنا ورجلي هنا ودول اتنين خيل. لا اعتقد لازم كمان يبقى فيه قوه بدنيه, قوه ولياقه الاتنين مع بعض, قوه ولياقه زائد الفروسية الفرسانة نفسها. يعني شوف أنا أو شوف هنا مثلا المنظر لازم يكون يعني أنا سايب اللي جام هنا والحصان فاهم أنا بعمل إيه برجلية. هو الحصان هنا عامل هنا دي في ألمانيا, الصور دي من تقريبا في آخر بطولة ليه. هنا برضو كان راكب اتنين خيل, شايف المنظر عامل إزاي, الخيول طايرة, دي محتاجة قوة بدنية عالية. فالحمد لله اللي عمل الحاجات دي كلها هم ثلاثة في العالم ماتوا وانا الوحيد اللي لسه عايش. ودي المزرعة, ربنا يحفظك, دي المزرعة عندي في المانيا في مدينة ميونخ, تبعد 10 كيلو من مدينة ميونخ. ودي الحصان اللي انا كسبت بيه من تقريبا شهرين او تقريبا شهرين واسبوع حاجة زي كده. هو الحصان ده هنا يعني اعتقد الموضوع كمان احنا مش بنتوقف عند الموهبه نفسها, احنا بننمي الموهبه وبننمي ايضا, يعني انا شايفه ان لا لازم يبقى فيه قوه, لا قوه جديده. احنا بنتكلم عن يعني الخيول القوه بتاعتها اصلا بتبقى عاليه جدا, فلو طبعا حد مش متمكن او يعني خلينا نقول مش ايه بيقولوا مش ماسك لجامها يعني بمعنى اصح كده مش هيبقى, فده كمان محتاج كمان يعني ممارسه او خلينا نقول تنميه كمان للقوه البدنيه نفسها. طبعا هو محتاجه تمرينات يوميه, محتاجة أكل معين, يعني برضك ما ينفعش أي أكل, محتاجة وزن معين, محتاجة تنمي دايما الموهبة بتاعتك في كل جديد في عالم الفروسية عشان تعرف تتعاملي, لأن الحصان ممكن يحصل فيه أي حاجة. شوف هنا حضرتك الصورة دي مثلا, الصورة دي هنا شايفة الخيول, يعني واحد عاوز يعدل دماغه على اليمين, أنا ماسكه بإيدي عشان خاطر ما يروحش بيه على اليمين, فأنا بعدله بكل قوة, يعني إيدي ماسكاه ومسكهم بإيد واحدة الاثنين, الاثنين بإيد واحدة والإيد التانية فاضية فيها العصاية بس. يعني هنا محتاجة يعني مظاهر كمان. أعتقد أنه زي ما في ناس بتحب تتفرج على الخيل من اجل الخيل نفسه, في ناس كمان بتحب تتفرج على الفروسيه. طبعا
يعني هي هوايه كمان. طبعا انا انا كنت امبارح يعني المفروض ما اقولش بس انا هصرح، كنت في مقابله مهمه جدا مع معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه والثروه الحيوانيه، وقعدت قعده طويله معاه في مكتبه امبارح، واتكلمنا على الخيول العربيه وعلى محطه الزهراء والحصان العربي ونقدر نعمل ايه ودور الوزاره ودور الحكومه في تنميه الخيول العربيه. قطع الكلام هنا برضك الصوره باتنين خيل، الاثنين ركبهم ونام معاهم وهم على اخر سرعه. الحاجات دي مش موجوده في العالم. ما الحاجات دي هي دي اللي اهلتني للعالميه. محتاجه تركيز ومحتاجه ذكاء. اهلتني للعالميه ويعني العالم اتعرف بيا بخلال الحاجات دي. مين يعني برضو دلوقتي حضرتك بتقولي انا بدرب. محكم ومدرب. مين اللي ساعدك على الفروسيه او على الله يرحمه حبيبي الله يرحمه الفنان القدير الفارس احمد مظهر، هو اللي اكتشفني واحتضني من انا طفل وجابني نادي الفروسيه هنا. فارس السينما. وهو كان فارس حصان مش فارس سينما بس. بس كان فارس. هو اطلق عليه فارس السينما علشان هو فارس، علشان كان فارس لان كان فارس كبير جدا اولمبيات وقفز حواجز وكان راجل، فهو شاف المهارات بتاعت دي قال لا ده انت انا همسكك واعمل منك وهتروح اوروبا، وفعلا نفذ كل حاجه لدرجه ان هو اللي ساعدني ان انا اخش الدورات بتاعه اوروبا والبطولات بتاعه اوروبا. قلت له انا مش قدها، لا ده، وقعد بقى يجيب لي كتب ويحكي لي على اللعبه بتاعتي. لان هو اللعبه اسمها الفولتنج اللي انا لعبها باتنين خيل دي، دي مش موجوده الا في المانيا، قال لي لازم تروح البلد الام اللي هي اخترعتها. انت النمر الاسود بقى بتاع الحمد لله. الحقيقه يعني من كمان التعامل مع الخيول بيبقى فيه كده خلينا نقول يعني ذكريات بين الانسان والخيل نفسه ما بينساهاش. طبعا زي انه مثلا ممكن يعلمه حاجه في السكه كده. يعني ايه الحاجات اللي استفدتها من المعايشه او الممارسه معاه؟ شوفي الامان وعدم الخيانه والاخلاص والوفاء والرجولة. يعني الرجولة دي ممكن تقسميها لألف جزء. الفارس صفات كتيرة جدا بياخدها من الحصان. الرجولة دي أنا ممكن أعمل معاك أي موقف وأنا معرفكيش. ممكن أموت بسببك. ممكن أموت بسببك عشان أنت تحي. أو في موقف قدام أنا حطيت فيه لازم أثبت رجولتي فيه علشان خاطر ربنا، عشان خاطري انا. ده اكتسبه من الخيل. ده هو ده الحصان بقى بيديك، الحصان فيه المقاومات دي كلها. فممكن فعلا يضحي بنفسه عشان صاحبه. طبعا كتير جدا كتير جدا حصل، يعني في الحروب والحاجات دي الحصان بيبقى لامح، لان الحصان عنده لمح النظر قوي جدا عنده عشان السرعه بتاعته. فممكن يشوف حد عاوز يطخه بسهم، يطخ الفارس بتاعه، تلاقي هو المعدور رايح للسهم ياخد السهم في صدره علشان خاطر يفدي صاحبه، هو بيتلفت يروح في اتجاه السهم بدل ما الرجل هيصيب الفارس يصيب الحصان. وحصلت كتير جدا، ويعني السينما كمان جسدت الحاجات دي. الحقيقة يعني دي كلها أسباب تدعو لعشق الخيول. طبعا الخيول شيء جميل، من أجمل رياضة في العالم. وكمان بتعلم القيم والمبادئ. للاسف يعني احنا بنتكلم على الحيوان بس فعلا بتعلم القيم والمبادئ، وبتعلم الحب الناس، وبتعلم الهدوء، وبتعلم التواضع. تاخدي الحاجات دي، يعني شوفي تركب على الفرس او الحصان يبقى انت حسن حضرتك ملكه الدنيا كلها، العزه كلها والشموخ كله على السرج ظهر الحصان. بس تنزلي على الارض يبقى قيمه التواضع فيك فوق، خلاص انت فوق ظهر الحصان، حاسه نفسك ان انت مالكه كل حاجه، العزه والشموخ تيجي تتعاملي مع الناس ومع الناس على الارض وعادي التواضع. وده كله بتكتسبيه من الفروسيه. طب خلينا نرجع ورا شويه، لما حضرتك قلت لي انا سافرت المانيا. نعم. واتعلمت هناك حاجات كتير قوي، انا بقالي 30 سنه في المانيا. والتجربه دي الحقيقه يعني خلينا برضو نقف عندها، لانه دايما احنا بنقول انه يعني اللي بيعلم حد حاجه بيبقى هو امتداد ليه. نعم. فاكيد حضرتك امتداد، يعني بما ان المعلم الاول لحضرتك هو الفنان والفارس الكبير احمد مظهر،
فحضرتك امتداد ليه ايضا في الفروسية، قلت انه علمني كل حاجة قال عليها او وعد بيها وسافرت ألمانيا. ايه الحاجات اللي اتعلمتها او ايه الحاجات اللي ممكن يعلمها الفارس الاول لحد عنده موهبة وحابب ان هو يستمر في هذا المجال؟ الاهتمام بالخيول والاهتمام بالفروسية والاهتمام بالحصان وكيفية التعامل مع الحصان، ازاي ان انا اتعامل مع الحصان برفق. عندنا هنا في مصر شوف الخيول ضعيفة، ما بتاكلش كويس، ما فيش طب كويس، ما فيش، معلقينها في الحنطور في العربية الكار وتعبانة، وعند الهرم تعبانة عاملها شكلها. الحمد لله أنا بعمل في مبنى خاص ألم فيه الخيول اللي عندها أمراض والهزيلة واللي عندها ضعف في الجسم وكده، هلمها واشتريها من الناس عشان اربيها واوكلها واشربها واسيبها عايشه كويس. انا بعمل دلوقتي حاليا حضرتك يعني المبادره دي بتبدا فيها حاليا واول مره افصح بيها لحضرتك دلوقتي؟ لا تاني بقى. يعني هتعمل ده ازاي؟ هو المكان مش هقدر اقول عليه. لا هتعمل ده ازاي يعني؟ ايه الاليات اللي في دماغك انك هتلم؟ يعني حضرتك بتقولي دلوقتي انك هتلم دلوقتي انا بتعاون الخيول. انا دلوقتي او يعني هم بيبقوا خيول ولا بيبقى خيول؟ يعني هي فصيله خيليه. هو الخيول. انا دلوقتي حتى اتكلمت مع معالي الوزير وزير الزراعه امس في الموضوع ده. بنعمل يعني هعمل دلوقتي، لان انا شفت الخيول هنا متبهدله وبقالي فتره من وانا طفل نفسي احمي الخيول دي من الناس بس مش عارف. فدلوقتي هجيب الرأف بالحيوان من ألمانيا ومن الاتحاد الأوروبي، هجيب موافقة وهنا مع رأف الحيوان هنا في مصر، وعملت فعلا مقابلات مع ناس مسؤولين في الدولة بدون ذكر أسمائهم علشان خاطر يخصصوا لي أرض أبني عليها، وفعلا الأرض موجودة وهنبدأ إن شاء الله نبنيها، وهناخد تقريبا 1000 حصان، هتسيع 1000 حصان من الصعيد من مصر من جميع محافظات مصر، والخيول اللي هي العيانة والمريض اللي عند الهرم والخيول بتاعت الكارو اللي مش لاقية تاكل، الناس الغلابة اللي عندهم خيول ومش قادرين يربوها عشان ما عندهمش فلوس يجيبوا أكل وشرب وعلاج، هاخدها أنا عندي زي دار المسنين وأخليها تاني كويسة، اللي أقدر أصحصحه تاني ويأكل ويشرب بصح جسمه كويس ويقدر، ممكن أطلعه النادي للمدرسة الفروسية أو ممكن أديه تاني للراجل صاحبه، وده كله على حساب المؤسسة اللي أنا بعمله الألمانية. المؤسسة بتاعت الرأف بالحيوان. طيب الناس اللي هي بتعتمد أو مصدر دخلها بيعتمد على وجود خيل في حياته، ممكن يكونوا زي ما حضرتك بتقول مش عارفين ياكلوهم كويس، مش عارفين يعالجوهم كويس، او مش عارفين حتى يتعاملوا معاهم، دول ممكن يتم التعامل معاهم ازاي؟ ما هنروح بقى نقنعهم ان الحصان بتاعك لو انت عاوز يبقى كويس وعايش كويس وكده هيبقى موجود عندنا في المؤسسه، عاوز تيجي تزوره، عاوز تيجي تشوفه كل ويك اند، تيجي تشوفه كل شهر تعالى، لما يبقى كويس عاوز تيجي تاخده تعالى خده، بس لازم تمشي على السيستم اللي احنا هنحطه له، العلاج اللي احنا بنديه له، الاكل اللي احنا بنديه له، الفيتامينات. انت كنت جايبه هزيل خالص، دلوقتي واخده حصان بيلمع وجميل وقوي وعنده عضلات وتدرب وتمرن وكده، عاوز بقى تستمر كده خده، مش عاوز خلاص خليه. فهيبقى في اتفاق بيننا بورق. الموضوع متعلق بايه اكتر؟ بانه يبقى الخيل؟ لا كمان انا بتكلم عن الفصيله الخيليه نفسها، يعني ممكن تبقى الفصيله الخيليه فصيله اصيله ويعني خلينا نقول يعني بيقولوا عليها قيمتها بتبقى عالية جدا. دي هنتكلم فيها في الخيول العربية الأصيلة. ممكن الإهمال فيها يخليها بيحصل، يعني بيحصل في خيول تبان إن هي فصيلة غير أصيلة أو غير عربية. في حصان تقريبا بقاله سنة تقريبا أو أكتر من سنة شوية ب$30 مليون قدر مات علشان عنده برد هنا في مصر، بس برضك مش هقدر أقول فين، بس اللي هيسمعني دلوقتي هو عارف مين الحصان واسمه ايه الحصان وانه مكان مات فيه. 30 مليون دولار من اجود الخيول العربية المصرية الاصيلة في العالم مات عشان شوية برد وكحة كان عنده في صدره، وللأسف الطبيب ما لحقوش ومات. خسارة الحقيقة يعني كبيرة جدا. واحنا طيب خلينا ندخل في انواع الخيول نفسها اللي القابلة للفروسية. القابلة يعني الخيول اللي بيتم التعامل معها في سباقات الفروسية.
هو السباقات الفروسيه دي بتتجزأ في سباق اللي هو الجالوب اللي هو التراك بيبقى تقريبا 2 كيلو وبيطلع 10 خيول مع بعض وبيتم بداية السباق ولازم واحد من العشر ده يكسب لو حتى بسنتي واحد بسنتي واحد. يعني ايه سنتي واحد من ضمن برضك الفروسية؟ يعني لو العشر خيول ماشيين قصاد بعض طول الوقت في ثلاثة منهم تعبوا ورجعوا واربعة اتبقى اتنين الاتنين دول بسنتي واحد الكاميرا بتجيبهم لو حتى بالشفايفه لو شفايفه اكبر سنتي واحد اكبر الحصان من الحصان اللي جنبه بدي الشفة شوف الدقة قد ايه بتاعت السباق دي اسمها سباق الجلوب. وفي قفز الحواجز موجود في مصر موجود في الوطن العربي موجود في العالم سباقات قفز الحواجز دي موجودة في الاتحاد المصري للفروسية واتمنى يعني من المسؤولين في الاتحاد المصري للفروسية النهوض برياضة الفروسية وقفز الحواجز لان الموضوع متجمد شوية يعني زمان كان عندنا بطولات كتير وكان عندنا فرسان كتير وكان عندنا خيول قفز حواجز كتير النهاردة قلت شوية فانا بدعو من هذا المنبر برضك ان المسؤولين يقدروا يهتموا برياضة الفروسية وقفز الحواجز. طيب. سباقات الجمال سباقات الجمال دي بينزل تقريبا 20-30 فرس موجودين او 100 فرس موجودين مثلا في محطة الزهراء او موجودين في اي مزرعة هينعرضوا واحد ورا التاني دي اسمها سباق جمال الخيول سباقات جمال الخيول بتنزل الفرسة الاولى او المهر الاول او الحصان وينزلوا يعرضوا بعضهم 5 دقائق تقريبا مثلا والحكام لجنة التحكيم بتتكون من 3-4 اشخاص عندهم خبرة عالية في رقابة الحصان هو بيتحرك رجله ازاي بتتحرك قدمه ووقوفه ازاي بيقف بالاربع رجلين على الارض ازاي رقبته تكون ممدودة ازاي ديله يكون مشول ازاي منظره في بصيته تكون فيها جمال الحاجات دي كلها الحصان بيظهرها لهيئة التحكيم لجنة التحكيم لجنة التحكيم بقى بتدي درجة مثلا سي 10 درجات التاني 8 درجات التالت فبيمر 20-30 حصان في سباقات الخيول ويطلع منهم واحد رقم مركز اول بعدين مركز تاني مركز تالت مركز بالتقييم لجنة الحكام للجمال بتاع الفرس نفسه من القوام ومن الظهر ومن الرقبة ومن العيون ومن الجبهة ومن الحاجات دي يوم أكثر تميزا الخيول العربية ولا الخيول الأوروبية؟ شوفي الخيول العربية الأصيلة لا تقاس بخيول تانية في الجمال والرقم والوفاء والأخلاص والحاجات دي كلها موجودة في الخيول العربية الأصيلة الخيول الأوروبية لها فروسية والخيول العربية لها فروسية الخيول العربية الأصيلة لها جمال الخيل اللي هي البطولات بتاعتها والخيول الأوروبية لها سباقات ولها قفز الحواجز ولها ألعاب كتيرة جدا من ضمنها لعبة الفولتنج اللي أنا لعبتها ومن ضمنها لعبة الكلة ومن ضمنها لعبة الترزاج اللي هو الترويض ومن ضمنها لعبة الكاريتا والحاجات دي يعني الخيول الأوروبية ما نعرفش نقيسها بالخيول العربية الخيول العربية لها حاجات مميزة ما نقدرش نحطها في الميزان مع الخيول الأوروبية بس هما الاتنين خيول دي حصان وده حصان ده له برضك جمال في يعني لهم برضك في قفز الحواجز برضك الجمال برضك الناس بتبص عليه في الحصان الجميل رقبته تمرن كويس عضلات جسمه بيمشي منتظم ما عندهوش نرفن يعني ما يتنرفش وهو يعني الحاجات دي كلها صفات برضو نلاقيها في الحصان الأوروبي والحصان العربي بيبقى مربوط بأكتر حاجة الجمال شكله الجمالي إيه والنسب بتاعه يعني النسب بتاعه من الأب والأم والجد 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 لغاية 10 جد و20 جد هل جدوده دول كلهم مؤصلين ولها طبعا شهادات ولها عشان كده الخيول العربية الأصيلة المصرية غالية جدا في العالم ومعروفة قوي من أغلى أنواع الخيول في العالم يعني حضرتك بتقول ده أخي يعني كان عندنا
فرس واحد او يعني خيل ثمن 30 مليون دولار يعني واحد ومات كده في لحظه. زي ما الخساره يعني احنا بنقول برضو هي خساره فادحه، اكيد كمان الدخل اللي بيمثله الخيول او الفروسيه كبير. طبعا انا اتكلمت مع معالي الوزير امس في الموضوع ده، الدخل القومي لمصر الخيول بتعتبر، انا شايفها وكل اللي فاهمين في الخيول شايفين الحته اللي انا هقولها دي، من الاعمده الاساسيه في الاقتصاد المصري، بس تراجعت الايام الاخيره والسنين الاخيره، تراجعت جامد جدا. ليه بقى؟ والله حاجات بقى مش هنقدر نخوض فيها، لان فيها الثورات اللي قامت في مصر، وفي رجال الاعمال اللي مهتمين بالمصانع ومهتمين بالمكن ومهتمين بالحديد ومسلطين نفسهم في الشغل اكتر ما غير سابوا الخيول. المحبيين الخيول نفسها التهوا في الحياه والبيزنس، قالوا الفارس نفسه ما عادش قادر يجيب لبس الفروسية والخيول عشان خاطر يمارس الهواية دي. زمان أيام الملك كانت مصر حاجة تانية خالص في الفروسية، هي بس في السنين الأخيرة، وإحنا دلوقتي مع معالي الوزير اتكلمنا إن إحنا نحيي تاني هذا البند من بنود الاقتصاد المصري. إزاي يمكن إحياء الفروسية كواحدة من أهم دعائم أو ركائز الاقتصاد المصري؟ إحنا لازم نهتم بمحطة الزهراء اللي هي الأم الرئيسية بتاعت الحصان العربي الأصيل. لازم نهتم بنوادي للفروسية لجذب الفرسان وتعليمهم. لازم نهتم بمدارس للحصان وتدريبه. لازم نهتم بنشر الوعي في والثقافة لرياضة الفروسية. فأنا قايم بالموضوع ده بصراحة لوحدي، مجهود شخصي قايم بيه بقالي فترة طويلة جدا، لدرجة أن أنا يعني بحاول أن أنا أعمل مدرسة فروسية كبيرة ومنتجع للفروسية كبير في شرم الشيخ وهنا في العاصمة الإدارية، وبحاول أعمل الحاجات دي، بس مجهود شخصي. فأتمنى أن الحكومة تقف جنبي، وأتمنى الحكومة تدعمني، وأتمنى أن البيروقراطية في مع الحكومة تقل شويه، يعني لان الرياضه دي جميله جدا ونقدر نعمل بيها حاجات جميله جدا. محتاجه تتخلى عن الروتين بمعنى الروتين الروتين برضه في كل حاجه موجود ولازم نقلل منه. وسرعه سرعه التنفيذ، يعني انا لما اجي اقول لحضرتك عاوزين نعمل حاجه للحصان او كده، او مش شري طيب اسبوع اتنين تلاته، ليه في ايدك دلوقتي؟ ما حضرتك بتقول يعني اللحظه بتفرق. اللحظة يعني اللحظة او الدقيقة ممكن تبقى ب 30 مليون دولار طبعا يعني. ما الحصان مات 38 مليون ده عشان ما فيش دكتور اسعفه. فالحاجات دي يعني انا اتكلمت مع معالي الوزير فيها، وربنا ييسر الامور يعني ان شاء الله. طيب المخاطر اللي بيتعرض ليها الفارس كمان، هي بالتاكيد احنا يعني زي ما شفنا مواقف كتير ممكن يتعرض ليها فجأة، زي مثلا انه الحصان يبدا يغير وجهته او يبدا يبص يمين او شمال او حتى الحركه بتاعته كمان تبقى مفاجاه. كل دي مخاطر ممكن يتعرض ليها الفارس. الفارس هنا لازم من كتر لعبه للفروسيه بيعرف اخطاء الفرس، وبيتمرن على اخطاء الفرس المفاجاه، فبيبقى عارف ان الفرس مثلا بيخاف من الميه، وهو على اخر السرعه مثلا فهيجي عند الميه يروح جانح اول ما، فهو بيبقى عامل مظبط رجله في الركاب بتاع السرج عشان لو جنح يكون رجليه سنداه في الحديد اللي تحت بتاع السرج. هو عارف انه هيجمع، فبيبقى هو الفارس بيبقى مرتب لدي قبليها بكام ثانيه. فهنا يعني طبعا ما بيقعش الا الشاطر، ولا كل حصان كبوه دي موجوده كتير يعني ممكن يعني بيبقى انا وقعت كذا مره يعني، بس بتعلم بقى من يعني خلاص وقعت مره عشان الحركه دي خلاص مش ممكن هتتعمل معايا في اي حته في العالم. تتذكر ايه الاسباب اللي ممكن يعني تكون وقعت بسببها مره؟ طبعا ايه الركاب اتقطع والسرج اتقطع وكل حاجه اتقطع من تحتي واللجام كمان اتقطع. كده انت وقعت على سرعه عاليه وكان جدا، وكان الحصان على اخر سرعه، فما لا اعرف اوقفه ولا عارف ازحن عليه ولا عارف اسيبه، انا مسكت شعره. والحصان فيه مشكله لو مسكت الشعر بتاعه بيتجنن اكتر. فطبعا ما قدرتش اعمل اي حاجه ان انا اطير خالص، وفعلا وهنا اتعورت هنا خسائر البدنيه وفي رجليا. كلمني عن الخسائر البدنيه في وقعه زي دي ممكن تبقى عامله ازاي. هو
يعني وقعات كتير جدا بتموت. في ناس فرسان كتير جدا ماتوا. انا يعني عمل لي كذا عمليه في راسي وفي رجليا وفي وشي وكده، بس الحمد لله ربنا نجاني، لان انا كنت شقي جدا. يعني اللي انا عملته ده مع الاثنين خيل ما عملوش في العالم الا ثلاثه يعني. فكنت شقي جدا، فكانت الخطوره كانت عاليه، او نسبه الخطوره عندي كانت عاليه جدا، ان انا ممكن يحصل لي اي شيء اموت في اي وقت. بس كنت حابب الفروسيه، فمن حبي ليها الحصان حتى كان فهمني يعني، كان كمان خاف مني واحترمني وانا راكب عليه، فكان بيديني كل الاحترام وانا راكبه، والتقدير ان هو راكب عليه فارس مش راكب عليه واحد مش فاهم. لان الحصان انتوا يعني كتير جدا ما يعرفوش، الحصان اول ما تركب عليه بيعرف انت فارس ولا مش فارس، هل انت تفهمي في الخيل ولا ما تفهميش. اول ما تركب وتمسك اللجام خلاص ده ما مش هقدر اعمل معاه حاجه. تقدر تعتبر نفسك من قلائل الخسائر البدنيه او خلينا نقول الكبوات بقى. الحمد لله يعني انا في فرسان كتير انا قلت لحضرتك انها ماتت بسبب الفروسيه، وانا الحمد لله ربنا نجاني من حوادث كتير جدا في الخيل. يعني لو قعدنا نحكيها محتاجه، ما احنا يعني ان شاء الله كده نحكي تاني ان شاء الله، واكيد نلتقي تاني في الحصاد. احنا سعيدنا جدا الحقيقه بوجود حضرتك معانا النهارده، ونتمنى انه يبقى في لقاءات مستمره نتكلم فيها عن ان شاء الله السباقات اللي هتكون موجوده باذن الله الفتره القادمه، وفكره العمل على هذا الملف انه من الملفات المهمه جدا مش بس الممتعه يعني حقيقه، واحنا بنتكلم عنه دايما انا شخصيا ببقى مستمتعه جدا جدا بالحديث عن الخيول والفروسيه، واستمتعت ايضا بوجود حضرتك معانا النهارده. الفارس حسن العزازي بطل العالم في العاب الفروسيه، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم في الحصاد، بعد الفاصل ان شاء الله نلتقي والحديث عن الصرف الزراعي والحفاظ على التربه. هيكون معانا مهندس محمد العبسي نائب رئيس هيئه الصرف للوجه الابلي بوزاره الري. خليكم معانا لسه مكملين في الحصاد.